بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كان الحديث في تحليل دعاوى الإجماع حيث أننا نعلم أن مدعي الإجماع ناقل الإجماع لم يطلع على فتاوى القوم بنحو يصحح نسبة الإجماع إليهم لم يطلع اطلاعا حسيا إذا كيف نفسر هذه الإجماعات هذه الدعاوى الموجودة بأيدينا هناك طريقتان طريقة المرحوم الشهيد والمرحوم المجلسي على الله مقامهما حيث قالوا أن القوم لا يقصدون من الإجماع المعنى الإصطلاحي وإنما يقصدون الشهرة كذا إلى آخره هذه الطريقة الأولى، الطريقة الثانية هي طريقة الشيخ، الشيخ الأنصاري. حيث قال رحمه الله أنه لا، هم يقصدون الإجماع، يريدون هذا المعنى، يعنون هذا المصطلح. غاية الأمر أنهم التفوا حول المشكلة، المشكلة كانت أنه لا يمكن الوصول إلى أقوال الفقهاء، هم استنبطوا أقوال الفقهاء، استخرجوا أقوال الفقهاء، اجتهدوا وضعوا مقدمات رتبوا مقدمات ومن خلالها وصلوا الى الاقوال فهم يقصدون من كلمه الاجماع معناها غايه الامر طريقهم ليس طريقا حسيا وانما عن طريق مقدمات طيب هم يخبرون عن الفتاوى نعم يخبرون عن الفتاوى حجه علي لا ليست حجه علي هو هذا الذي يدعي الاجماع يدعي ما هو حجه ما بينه وبين ربه حتى لو لم يكن حجه عليه المهم حجه له يبين رأيه يبين طريقته في الاستدلال، كيف وصل الى الحكم الشرعي؟ من خلال الاجماع، كيف وصل الى الاجماع؟ من خلال المقدمات الاجتهاديه التي هو يرى انها حجه، فلا يكون تدليسا من هذه الجهه بناء على هذه الرؤيه. طيب ولكن من جهه انه ينسب الامر الى الفقهاء. يخبر ان الفقهاء يفتون مع انه لم يشاهد فتواهم كانه قد وجد هذه الفتوى والحال انه لم يجدها هنا كيف نخرجها؟ هذا ما يقول المصنف قال رحمه الله: نعم قد يوجب التدليس هذا الاخبار عن الفتوى دعوه الاجماع قد يوجب التدليس تدليس من جهه نسبه الفتوى الى العلماء الظاهرة في وجدانها في كلماتهم أنا عندما أقول الشيخ الطوسي رحمه الله يقول بكذا ماذا يظهر من كلامي؟ يظهر من كلامي أني اطلعت على فتوى للشيخ الطوسي الشيخ المفيد رحمه الله يقول كذا ماذا يفهم من, يفهم من كلامي؟ أني قد رأيت هذا المطلب وهذه الفتيا في كتب الشيخ المفيد لأنه لا عندي مقدمات حدسية من هذه الجهه قد يقال انه تدليسون اني اخبر عن العلماء بشيء يوهم اني قد وجدته في كتبهم والحال اني لم اجده في كتبهم فهنا قد يقال انه تدليس الجواب انه عندما نراجع كلمات القوم نجد انه يصرحون بانهم ما وجدوا مثل المرحوم ابن ادريس الحلي عندما يقول أنه يقول بالإجماع ويبين كيف وصل إلى هذا الإجماع من خلال المقدمات ما دلس الرجل ما أخبرنا بشيء يوهم أنه قد وجده في كتبه ما حصل هذا الأمر فإذا حتى من هذه الجهة ليس تدليسا نعم قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء الظاهرة هذه النسبة عندما ينسبه للعلماء ماذا يظهر الظاهره في وجدانها في كلماتهم قد نفهم عندما يقول الشيخ الطوسي يقول نفهم نستظهر انه قد وجده في كتبهم في كلماتهم والحال انه لم يجده فيصير كانه تدليس ولكن ليس كذلك ويندفع بادنى تتبعين في الفقه عندما نراجع كتبهم والشيخ الانصاري على الله مقامهم من اهل المراجعه ومن اهل الدقه ومن اهل التتبع قل نجد انه ليس عندهم تدليس حتى من هذه الجهه، ما اوهمونا انهم وجدوه في كتبهم وهم لم يجدوه في كتب، ما عندهم هكذا تلاعب بالالفاظ نستجير بالله، لا يبينون المساله بشكل بحيث نفهم مقاصدهم. لكنه يندفع بادنى تتبع في الفقه ليظهر ان مبنى ذلك على استنباط المذهب، كلامهم ظاهر في انهم قد استنبطوا هذه الاراء. وقد رتبوا مقدمات لاستخراج هذه الاراء لا على وجدانها ماثورا لا على وجدانها مثبتا مدونا موروثا مصرحا به في كتبهم لا ليس كذلك ليس من الماثور عنهم ليس من المتوارث عنهم ليس ليس ليس, ليس من المتناول يدا بيد عنهم لا عندنا مقدمات رتبناها ليس مأثورا ليس موروثا متوارثا يدا بيد فإذا حتى من هذه الجهة ليس هناك تدليس والحاصل يرجع يرتب الفكرة بعد كل هذا البحث الطويل يرجع يرتب الفكرة فقال والحاصل أن المتتبع في الإجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم أمارات كثيرة باستناد دعوى الناقلين للاجماع خصوصا اذا ارادوا به اتفاق علماء جميع العصر مره يريدون اتفاق علماء عصر واحد يكون الامر اهون علماء عصر واحد ثلاثون عالما كتبهم نفترض انها بمتناول اليد اهون مما يدعي اجماع جميع الاعصار جداً دعوة ثقيلة وصعبة فنعلم يقيناً بأنه ليس عندهم مراجعة حسية خصوصاً إذا أرادوا به اتفاق جميع علماء الأعصار كما هو الغالب في إجماعات المتأخرين متأخرون عندما يقولون إجماعاً إجماعاً ما يقصدون الإجماع الدخولي إجماع اللطف والذي يكفي فيه إجماع جماعة في عصر واحد يقصدون الإجماع الحدسي اللي يحتاج إلى تراكم احتمالات أن الفقهاء يقولون بذلك حتى يصير عندنا يقين من اتفاق الفقهاء إلى قول المعصوم وهذا يحتاج إلى اتفاق جميع الفقهاء أو الأغلبية العظمى بحيث الإنسان يصير عنده قطع بأن هذا هو قول المعصوم والحاصل أن المتتبع في الإجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم أمارات كثيرة باستناد دعوى الناقلين للإجماع إلى الحاج أنه ما ينسبه حسا وما وجدوه حسا وما عثروا على الاقوال حسا وانما بترتيب مقدماتهم الى الحدس الحاصل من حسن الظن بجماعه ممن تقدم على الناقل وانهم جماعه موثوقه بحيث لا يفتون الا من خلال دليل ولا يفتون الا عن قول المعصوم اذا المعصوم قال بذلك مثلا او من الانتقال من الملزوم الى اللازم يضع مقدمات ان ان هذا موجود في كتبهم و الرواية موجودة في كتبهم والرواية إذا كانت موجودة في كتبهم فهي حجة وهم يعملون بها إلى آخره مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل وعدم هو يرى أنها هناك ملازمة هو يرتب هذا الأمر فيقول المراجع لإجماعاتهم يحصل له اليقين بأن المدعين للإجماع طريقهم هذا أسلوبهم هذا منهجهم هذا لا أنهم راجعوا كتب القوم ووجدوا هذا الأمر مأثورا عندهم منقولا عندهم ومن هنا بناء على هذا الفهم ستنحل عندنا العقدة ويزاح الهام لأنه الذي يراجع الإجماعات يقع في مأزق لأنه يجد أنه علماء يتخالفون ويدعون الاجماع وهم ابناء عصر واحد او ابناء عصور متقاربه، هذا يدعي الاجماع على الوجوب، هذا يدعي الاجماع على الحرمه. فيضيع الباحث يضيع يرتبك يرتبك ما يعرف كيف يخرج، هنا الشيخ يقول هذا هو المخرج، لان هذا دعواه للاجماع هي دعوه حدسيه وبناء على مقدمات. وهذا دعواه للاجماع دعوه حدسيه ايضا وبناء على مقدمات ايضا، اختلاف عندهم في الاجتهاد فنتيجتهم في دعوه الاجماع استكشافهم للاجماع سيختلف عرف السبب بطل العجب وعلى هذا ينزل الاجماعات المتخالفه من العلماء مع اتحاد العصر او تقارب العصرين ولكن يجمعون على اشياء مختلفه فيقول هذا من جهه ان طريقهم هذا عنده طريق حدسي فتخيل ان المتقدمين يقولون بال بالوجوب هذا عنده طريق حدسي اوصله الى ان المتقدمين يقولون بالحرمه، فهذا ادعى الاجماع على الوجود لكن ادعى الاجماع على الحرمه. وايضا المشكله الثانيه الازمه الثانيه ستحل وهي وعدم المبالاه كثيرا باجماع الغير. هذا يدعي الاجماع الثاني ما يهتم ولا يفتي على اساسه. والخروج عنه للدليل عندي دعوه اجماع ولكن يعمل بالدليل. ما يلتزم بالاجماع وكذا دعوى الاجماع مع وجود المخالف فراح نرتبك كيف يدعى الاجماع مع وجود المخالف؟ يقول هو توصل الى الاجماع من طريق الحادث من طريق المقدمات فان ما ذكرنا في مبنى الاجماع من اصح المحامل هذا هذا الاسلوب لحل المعضله لحل هذه المشكله هو افضل الاساليب لا انه نقول يقولون اجماع وما يقصدون معنى الاجماع مو صحيح هذا هم يقولون اجماع ويقصدون معنى الاجماع ولكن توصلوا الى الاجماع عن طريق قابل للخطا ولذا الثاني ما يهتم له يخالفه يدعي الاجماع في قباله لانه كل من عنده طريقه الحدسي للوصول الى الاقوال لا انه يقولون اجماع ويقصدون الشهره مثلا من اصح المحامل لهذه الامور، هاي المشاكل، هاي الامور اللي دعاوى اجماع متضاربه بعصر واحد او بعصور متقاربه دعوى اجماع ويخرج عنه الى اخره. من اصح المعامل المحامل لهذه الامور المنافيه لبناء دعوى الاجماع. هذه الامور تنافي دعوى الاجماع. معنى الاجماع الذي نفهمه لا ينسجم مع الواقع الذي نراه. كل يدعي اجماعا مختلفا يغير قوله في كتاب آخر إلى آخر هذه الأمور لا تنسجم مع الإجماع ولكن لو عرفنا كيف وصل إلى الإجماع فهمنا أن هذه الأمور قابلة للتحقق وللوجود مع دعوة الإجماع لأنه طريقة حدسية المنافية لبناء دعوة الإجماع على تتبع الفتاوى في خصوص المسألة لو كان هؤلاء الجماعة قد تتبعوا الآراء وعثروا على الأقوال قولا قولا من فقيه من كل فقيهين لما اختلفوا بهذا الشكل ولما اختلفوا في دعوة الإجماع واحد يدعي الإجماع على الوجوب الثاني يدعي الإجماع على على سبيل المثال طبعا أو يخرج من الإجماع إلى غيره بهذا الشكل لو كان طريقهم هو التتبع وهو الحس لما حصلت هذه الأمور ولكن نجد أن هذه الأمور حاصلة ونحن نعرف نقطع بأن سبيلهم كان هو الحدس فلا غرابة في هذه الأمور، دعوة الإجماع تجتمع مع هذه الأمور. ثم يبدأ المرحوم الشيخ الأنصاري بذكر كلام المرحوم المحقق السبزواري في كتاب الذخيرة. وذكر المحقق السبزواري في الذخيرة بعد بيان تعسر العلم بالإجماع. المرحوم السبزواري يذكر مطالب الشيخ يخالف في بعضها ولكن يتفق بالنتيجة معه. هناك مكررات هنا انه يعيد المرحوم زواري انه كيف وصلوا الى اقوال الفقهاء لا يمكن بعض الفقهاء لا نعرف اسماءهم منتشرون في الاقطار لا نعرف اقوالهم هذا المطلب السابق يذكره ايضا بعد بيان تعسر العلم بالاجماع ان مرادهم بالاجماعات المنقوله في كثير من المسائل بل في اكثر المسائل ليس في, كثير بل في اكثر المسائل بل في اكثرها لا يكون محمولا على معناها الظاهر بل اما يرجع الى اجتهاد الناقل اجتهاد من الناقل مؤد بحسب القرائن والامارات التي اعتبرها عنده اجتهاد عنده قرائن عنده مقدمات يعتقد ان هذه المقدمات معتبره التي اعتبرها إلى أن المعصوم عليه السلام موافق في هذا الحكم فإذا هو لا يخبر عن المعصوم من جهة الحس ومن جهة التتبع لا يمكن تتبع الأقوال وإنما مقدمات رتبها ليصل من خلالها إلى قول المعصوم أو مرادهم الشهرة أو اتفاق أصحاب الكتب المشهورة أصحاب الكتب الأساسية المشهورة فقيل إجماع أو غير ذلك من المعاني المحتملة. نحن نعلم أنه قطعاً ليس قصدهم أنهم راجعوا كلمات الفقهاء فقيهاً فقيهاً كتاباً كتاباً وأنهم وجدوا هذا القول قطعاً ليس كذلك. إذا احتمالات إما قصدهم الشهرة إما قصدهم الكتب المشهورة إما وإما ثم قال بعد كلام له والذي ظهر لي من تتبع كلام المتأخرين بالنتيجة رجل متتبع يراجع بدقه يخرج بهاي النتيجه انهم كانوا ينظرون الى كتب الفتاوى الموجوده عندهم في حال التاليف فاذا راوا اتفاقهم على حكم قالوا انه اجماعي. لاحظوا احبتي احيانا الباحث عنده مساله واحده يريد يكتب رساله دكتوراه يريد يكتب مقالة علمية وعنده مسألة واحدة يريد يبحث في هذه المسألة قد يبقى في المسألة ستة أشهر قد يبقى في المسألة سنتان سنتين هو يبحث في المسألة سنتين يبقى في المسألة يبحث يمكن فيراجع جميع ما يمكن من مصادر كل ما يمكن أن تصل إليه يدا من مصادر يراجعه قد يسافر من بلد إلى بلد قد وقد وقد حتى يصل إلى تتبعٍ تام أو شبه تام في هذه المسألة ولكن الفقيه اللي هو مرجع تقليد اللي هو مطالب بأن يكون صاحب نظر من أول الفقه إلى آخر الفقه من البداية إلى النهاية وعنده مباحث أصولية وعنده التزامات علمية وعنده وعنده هذا هل يراجع كل ما قيل؟ قطعا لا ما ممكن أن يراجع كل ما قيل ما ممكن ولكن هو صاحب ملكة صاحب قدرة صاحب نظر صاحب مهارة فعندما يراجع الأدلة هو من خلال الأدلة يصل إلى الموقف يصل إلى الفتية وبالأثناء يراجع أمهات الكتب يراجع من يعتد برأيه يراجع الكتب الأساسية ما ممكن يراجع كل ما قيل يعني نحن في المسألة الأصولية مثلا كم كتاب أصولي عندنا؟ كم مصدر أصولي؟ مئتان مثلا؟ فهذا حتى يتخذ مبنى بالمسألة الأصولية لازم يراجع كل هذه المصادر أو في الفقه كم كتاب مدون بالفقه وكم رسالة مدونة بالفقه يضطر أن يراجعها جميعا ما هو ممكن ذلك وهو ينتظر منه أن يفتي في جميع هذه المسائل في كتاب الطهارة في الوضوء في أحكام المياه ثم يبدا في الصلاه كل مساله هي تشيب الصبي. المساله كم تاخذ من الوقت ومن الجهد؟ المساله نحن نجدها مدونه بسطر واحد، كم يحتاج هو من جهد حتى طويله جدا، متشعبه جدا، عميقه جدا، فيها اختلافات، فيها مشاكل، فيها مشاكل في السند في المساله الرجاليه، فيها تعارض كارثه الاستنباط ليس سهل فاذا اذا اذا يصير البناء ان يراجع الجميع فما ممكن ما يصل الى نتيجه في جميع ابواب الفقه فيراجع امهات المسائل يراجع الاساسيات المصادر المعتبره الاساسيه وكذلك في الفيزياء العالم الفيزياء يراجع جميع ما كتب في الفيزياء في عالم الرياضيات يراجع جميع ما كتب في الرياضيات عالم الطب الطبيب يراجع كل ما كتب له المصادر الاساسيه المراجع والمصادر الاساسيه فيجد ان هذا موجود عند الكتب الاساسيه قد يتسامح يقول اجماع ثم قال بعد كلام له والذي ظهر لي من تتبع كلام المتاخرين انهم كانوا ينظرون الى كتب الفتاوى الموجوده عندهم المصادر اللي عنده هذا مقدار مراجعته هذا المتيسر له في حال التأليف فإذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا إنه إجماعي ثم إذا اطلعوا على تصنيف آخر ثم بعد ذلك بعد أنه هو كتب وألف وقال إجماعي بعد مدة وصل كتاب وقع بيده كتاب خالف مؤلفه الحكم المذكورة رجعوا عن الدعوة المذكورة شاف أنه كان سابقا يقول بأنه إجماع الآن وجد أنه ليس بإجماع لانه هناك مخالف في وقتها ما عثر على هذا المخالف في وقت هذا المصدر ما كان بايده ليس مثل اليوم ما كان حالهم مثل حالنا كل المصادر عندنا متوفره وللاسف لا نعمل معشار ولا ننتج معشار انتاجهم كانت المصادر عندهم قليله ولكن كان الذهن صافي على كل حال رجعوا عن الدعوه المذكوره ويرشدوا الى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها الرجل يقول انا عندي خبره عندي مراجعه عندي تتبع ولكن ما اقدر كل هذه القرائن اجمعها لكم انتم اذا بحثتوا راح تجدون هذا الامر كما انا وجدته بعض الامور بالوجاده يصل اليها الانسان يعثر عليها ويصير عنده من نتيجه الخبره العمليه والتتبع الميداني وحاصل الكلام من اول ما ذكرنا الى هنا أن الناقل للإجماع إن احتمل في حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم حتى الإمام عليه السلام الذي هو داخل في المجمعين فلا إشكال في حجيته وفي إلحاقه بالخبر بخبر بالنتيجة يرجع ويعود ويقول أنه لو افترضنا أن هذه الدعوة دعوة ممكنة أنه يخبر عن الجماعة وعند إخبار حسي وأن المعصوم داخل في ضمنهم نقبل لماذا لا نقبل ما المانع من أن نقبل إذا يخبر بهذا الشكل نقبل الكلام في أن هذا ممكن أو غير ممكن أن هذا وارد أو غير وارد أن هذا مطروح أو غير مطروح المرحوم المصنف يحاول أن يقرب امكانيته بنحو بدرجه بمستوى من المستويات فنلحظ ان شاء الله في الدرس اللاحق مع بقاء العمر والتوفيق ان هذا ممكن او غير ممكن متصور او غير متصور معقول مفروض قابل للتحقق او غير قابل للتحقق والحمد لله رب العالمين. الله 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 Allah Allah, 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 Allah,